السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي طالبي وطالبات الصف الأول الثانوي في حلقة جديدة من برنامجكم سر التفوق في مادة اللغة الإيطالية مع سينيور إسلام مجدي. كل سنة وأنتم طيبين، بداية عام ميلادي جديد 2019 إن شاء الله يكون عام سعيد عليكم كلكم دراسيا وفي حياتكم إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله أنا محضر لكم مجموعة من المواقف زي ما وعدتكم في الحلقات السابقة. شرحنا مع بعض الوحدة الأولى والثانية والثالثة جراماتيكا، شرحنا جرامر وشفنا الأرقام وشفنا مجموعة كتيرة من التمارين. زي ما وعدتكم في الحلقة السابقة النهاردة هجيب لكم اون جروبو دي سيتواسيوني، مجموعة من المواقف اللي نقدر نضرب عليها او اللي احنا درسناها السنة دي. وطبعا كلنا عارفين ان سؤال المواقف لسيتواسيوني حصل عليه تعديل هذا العام. في الثانوي السابق السنين السابقة كان بيجي اختيارات شلتا، ولكن السنة دي هيجي اكمل. فانا محضر لكم مجموعة تمارين بالطريقة الجديدة ولو شكل اكمل. بالاضافة لكده بعد ما نخلص ان شاء الله تمرين مواقف هنشوف النموذج الاسترشادي اللي احنا كل اللي نزل من قبل الوزارة، هنحله مع بعض وهنشوف ايه الافكار اللي فيها، نحل مع بعضنا القطع والجراماتيكا والسيتواسيوني كانت موجودة فيه والتيمة والايميم. فالنهاردة هنحل مجموعة متنوعة من التمارين هتساعدنا ان شاء الله اللي احنا نجيب تقدير كويس او الامتحان الجاي ان شاء الله نشوفه هيبقى ايه، سهل جدا ان شاء الله. طيب تعال نشوف مع بعضنا دلوقتي اول مجموعه معانا والجزء الاول من الحلقه بتاعتنا بيتكلم عن لي سيتواسيوني اللي هو سؤال المواقف. طيب تعال نشوف كده مجموعه مواقف درسناها السنه دي مع بعض. عنوان السؤال بيقول لي هنا كومبليتا لي سيجوينتي سيتواسيوني، يعني اكمل المواقف التاليه. زي ما انتم شايفين سؤال المواقف هيجينا اكمل كومبليتا مش شيليري مش اختيارات. طيب تعال نشوف اول موقف درسناه السنه دي. بيقول لنا هنا كواندو مي بريزنتو اكوالكونو ديكو، يعني كواندو مي بريزنتو عندما اقدم نفسي اقوى الكون لشخص ما ديكو. يا ترى لما اجي اقدم نفسي مثلا مجموعه اصحاب واقفين مع بعض بيقدموا بعض او بيتعرفوا على بعض، ايه الجمله اللي انا ممكن اقولها في الموقف ده مي بريزنتو لما اجي اقدم نفسي؟ ضروري جدا اكون احافظ الكلمه دي. اجي اقول طبعا ايه بياتشيري ميكيامو مثلا كارلو ميكيامو ماريو ميكيامو احمد ايا كان. يعني كلمه بياتشيري اللي هي تشرفنا، ميكيامو اسمي كذا، وممكن اقول كمان بياتشيري يو سونو مثلا ماريو، بياتشيري ميكيامو ماريو، هي نفس الاسم يا شباب. يبقى ضروري جدا اكون حافظ كواندو مي بريزنتو، لو شفت كلمه مي بريزنتو لما اجي اقدم نفسي اجي اكتب كلمه ايه او جمله بياتشيري ميكيامو تشرفنا اسمي كذا. طيب ممكن يجي العكس، ضروري لازم اذاكر العكس، يعني ازاي ممكن يجيب لي الجمله دي اقول لك بياتشيري ميكيامو تشرفنا اسمي كذا، بياتشيري ميكيامو دينو اسمي دينو. فلو جاب لي الجمله بياتشيري ميكيامو اكتب الجمله العكس اللي هي مي بريزنتو، كده انا بعمل ايه بقدم نفسي. فلما اجي اذاكر المواقف اذاكر الموقف وعكسه، تمام كده. طيب تعالوا نكمل مع بعض هنا. يبقى هنا بيقول لنا كواندو مي بريزنتو لما اجي اقدم نفسي اقول ايه بياتشيري ميكيامو، تمام. رقم 2 بيقول لنا هنا كواندو سالوتو اي ميي اميتشي ديكو، يعني كواندو عندما سالوتو اسلم او احيي اي ميي اميتشي اصدقائي. طب لما اجي اقابل اصدقائي اقول لهم ايه؟ طبعا في كذا حاجه بس الكلمه اللي احنا متعودين عليها وهي شائعه عندنا كلمه ايه تشاو. يبقى هنا كواندو سالوتو ميي اميتشي لما اجي اسلم على اصدقائي او انكونتر ميي اميتشي اقابل اصدقائي، طبعا كلمه اميتشي ليها معنى تاني اسمه كومبانيو اللي هو اصدقاء، وهيقابلنا ان شاء الله في القطعه لما نيجي نحل بعد شويه القطعه. يبقى لما اجي كواندو سالوتو مي اميتشي لما اجي اسلم على اصدقائي في الموقف ده اقول لهم ايه كلمه ايه تشاو، اي تشاو اهلا، تمام. نمرو 3 بيقول لنا كواندو كييدو لا ناسيوناليتا ديكو، يعني كواندو عندما كييدو يعني يسال لا ناسيوناليتا لما اجي اسال عن الجنسيه، درسنا مع بعض برضو في حلقه قبل السابقه، يعني كيدو لا ناسيوناليتا لما اجي اسال عن الجنسيه يا ترى ايه السؤال بتاع الجنسيه؟ فاكرين كلكم طبعا كان اسمه ايه دي دوفي سي، يعني دوفي سي من اين تكون. يبقى دي دوفي سي ده السؤال بتاع كيدو لا ناسيوناليتا لما اجي اسال عن الجنسيه. برضو ضروري جدا امسك القلم واذاكر كتابه الكلمه وعكسها، مش اذاكر بس شفوي عشان السؤال دوت هيحاسبني على الاخطاء الكتابيه برضه. فضروري جدا امسك القلم واتعود ان انا ايه اكتب زي ما احنا شفنا ان تغيير الشكل الجديد للامتحان ما يقرب من نص الامتحان لازم اكون ماسك القلم وبكتب، يعني زي ما نشوف دلوقتي سؤال موقف وطلب مني ان انا اكتب. هنشوف برضه سؤال الايميل عباره عن ثلاث اسئله، هنشوف بعد شويه اجاوب ثلاث اجابات فلازم برضه اتعود ان انا اكتب.
هيجي لي سؤال في الامتحان، اخر سؤال في الامتحان اكتب تيمة موضوع صغير كده جدا 4 أو 5 جمل عن موضوع معين. فضروري جدا اتعود انا امسك القلم واذاكر يا شباب، اذاكر كتابة جدا. طيب تعال نشوف الموقف دوت. بيقول لنا كواندو كيدو لا ناسيوناليتا، عندما اسال عن الجنسيه. طبعا كلنا حافظين السؤال بتاع الجنسيه اللي هو ايه، دي دوفي سي، يعني دوفي سي من اين تكون. طيب ممكن يجيب لي العكس، ممكن يجيب لي السؤال ده زي ما احنا شايفينه كده، يقول لك دي دوفي سي من اين تكون. يا ترى كده انا بسال عن الاسم ولا الجنسيه؟ ساعتها اجي اكتب الجزء اللي فوق ده، انا حاطط تحتيه خط اللي هو كيدو لا ناسيوناليتا. فضروري زي ما قلت لكم نحفظ الحاجه وعكسها. تمام. رقم 4 بيقول لنا هنا كواندو كيدو ليتا ديكو، طبعا كلمة ايتا اللي هي العمر، كيدو يعني يسأل، ايتا اللي هو العمر، لما اجي اسأل العمر كواندو كيدو ليتا، يا ترى ايه السؤال بتاع العمر؟ فاكرينه؟ طبعا درسناه مع بعض في الأعداد التانية، اللي هو اسمه ايه؟ كوانتي اني اي، يعني كوانتي اني اي كم عمرك؟ تمام؟ كوانتي اني اي يعني ايه كم عمرك؟ برضو ممكن يجي لي في الامتحان يقول لك كوانتي اني اي كم عمرك؟ يا ترى السؤال ده بسأل بيه مثلا عن النوم الاسم ولا الايتا العمر؟ ساعتها لازم اجي اكتب ايه يا شباب، اكتب كيدو ليتا كده بسأل عن العمر. فضروري احفظ برضو واكد تاني الاتنين كتابة، الجملتين لازم احفظهم كتابيا. تمام. يبقى كواندو كيدو ليتا السؤال بتاع العمر اللي هو ايه، كوانتي يعني اي، ولسه شايفين من شوية اللي هو كواندو كيدو لا ناسيوناليتا بسأل عن الجنسية، السؤال اللي احنا شفناه اسمه ايه، دي دوفي سي يعني انت منين. تمام. نمرة تشينكو رقم 5، لما يجي هنا كواندو ديكو عندما اقول او كويندي تشاني، عندي كام سنه؟ 15 سنه. يا ترى كده لما اقول انا عندي 15 سنه او كويندي تشاني كده بقول الجنسيه ولا بقول العمر؟ طبعا بقول كلمه العمر. ايه العمر دي بقى؟ طبعا اسمها لسه شايفينها من شويه، ليتا. ليتا اللي هو الايه؟ العمر. يبقى لما اجيب لي جمله افهم منها اللي هو بيقول عمر، ساعتها اكتب كده بايديا ليتا، انديكو ليتا، بأشير او بقول يا شباب العمر، يعني ايه اللي هو العمر. نمرو سي بيقول لنا هنا كواندو كيدو النومي، ديكو كواندو يعني عندما، كيدو النومي بسأل عن الاسم، يا ترى ايه السؤال بتاع الاسم؟ شفنا من شويه السؤال بتاع الجنسيه الناسيوناليتا، شفنا السؤال بتاع الايتا العمر، السؤال بتاع النومي كان اول سؤال طبعا درسناه كلنا في بدايه دراستنا للغه الايطاليه، اللي هو السؤال ايه، كومي تيكيامي، يعني كومي تيكيامي ما اسمك. طيب في الامتحان ممكن يجيب لك مثلا يقول لك كومي تيكيامي، يجيب لك السؤال ده، يا ترى كده بسأل عن الايه؟ بسأل كده بعمل ايه؟ كيدو النومي كده بسأل عن الاسم. تمام. يبقى كيدو النومي اكتب ايه؟ كومي تيكيامي اللي هو ما اسمك. تمام. طيب نمرو 6، موقف جميل جدا شفناه في الوحده الثالثه، بيقول لنا هنا ممكن نيجي بصيغتين مختلفين يا شباب، بيقول لك بريما دي دورميري يعني قبل النوم، ديكو اقول، او ممكن نجيبها بصيغه ثانيه يقول لنا بريما دي انداري اليتو قبل ان اذهب للسرير، ليتو اللي هو السرير يعني برضه فيها معناه قبل النوم، بريما دي دورميري او بريما دي انداري اليتو، قبل ما انام او قبل ما اذهب للسرير اكيد بقول طبعا ايه، تصبح على خير. يا ترى جمله تصبح على خير باللغه الايطاليه اسمها ايه، اللي درستها مع بعض اللي هي بونا نوتي، يعني بونا نوتي اللي هي تصبح على خير. يبقى بريما دي دورميري قبل النوم، او بريما دي انداري اليتو قبل ما اذهب للسرير بقول ايه، بونا نوتي. طيب ممكن يجي بقى لي العكس، ممكن يجيب لك كده كلمة بونا نوت، بقول بونا نوت امتى؟ اكتب اي جملة من اللي فوق دول، بريما دي دورميري قبل النوم، او بريما دي انداري اليتو قبل الذهاب الى السرير. تمام. فلازم احفظ كتابيا الجملتين دول. نمرة 8 رقم 8، بيقول لنا كواندو ديكو عندما اقول ايو سونو امريكانو، انا مثلا امريكاني، يا ترى كده ان كده بقول مثلا النوم الاسم ولا الناسيوناليتا الجنسيه ولا الايتا العمر؟ طبعا افهم من الجمله ديت ايو سونو امريكانو كده كده بيقول عن الجنسيه، ساعتها اجي اكتب كلمه ايه، لاميا ناسيوناليتا، يعني لاميا ناسيوناليتا اللي هي الجنسيه ناسيوناليتا. تمام. نمرو 9 بيقول لنا هنا كواندو لا ماتينا، كلمه لا ماتينا اللي هي الصباح، سالوتو ناميكو، لما اجي اسلم على صديق اقول لك كواندو لا ماتينا سالوتو ناميكو، اسلم على صديق، سالوتو مثلا ايمي كومبانيو صديق. طبعا يهمني كلمه لا ماتينا، ايه التحيه اللي بنقولها لا ماتينا في الصباح؟ طبعا درسنا كليه التحيات في الوحده الثالثه، طبعا كلنا عارفين كلمه ايه، بونجورنو، بونجورنو يعني ايه يا شباب؟ صباح الخير. تمام. برضو ممكن يجي بالي العكس، يجي يقول لي مثلا اقول ديكو بونجورنو، اقول بونجورنو امتى؟
طبعا اكتب كلمة ايه؟ لاماتينا. كواندو سالوتو ماسا وناميكو لاماتينا، بقولها في الايه؟ في الصباح. يبقى كلمة لاماتينا الصباح، او التحية بتاعتها ايه؟ بونجورنو، اللي هو ايه؟ صباح الخير. فضولي جدا اكون حافظ يا شباب التحيات، تمام؟ طيب نشوف موقف معانا تاني رقم 10 كده. دي اتشي بيقول لنا كواندو انكونترو اون كومبانيو نوفو اسكولا. طبعا كواندو يعني عندما، كده حفظنا الصيغه الرسميه للموقف. انكونترو يعني اقابل، اون كومبانيو نوفو صديق جديد، اسكولا في المدرسه يعني لسه في صديق جديد لسه جاي اول مره المدرسه، عاوزين كلنا نرحب بيه. يا ترى ايه كلمه مرحبا اللي درسناها في الوحده الاولى؟ طبعا كلمه ايه يا شباب؟ بين فينوتو. يعني ايه بين فينوتو؟ مرحبا بك. يبقى كلمه بين فينوتو بقول امتى؟ لما اجي مثلا ايه؟ انكونترو ان كومبانيو نوفو اسكولا، لما اجي اقابل صديق جديد فين؟ في المدرسه، اقول له ايه؟ بين فينوتو مرحبا بك. فضروري برضو احفظ الجملتين، بين فينوتو وان كومبانيو نوفو اسكولا، في المدرسه، تمام؟ طيب نشوف ده برضو موقف من المواقف برضو اللي كان موجود في النماذج الاسترشاديه، تمام؟ بيقول لنا كواندو بريزنتو الميو اميكو دينو. دي معناه ايه؟ عندما اقدم، عند تقديم الميو اميكو صديقي دين. لما اجي اقدم مثلا صديقي دينو، احنا واقفين مثلا ثلاث اصدقاء مع بعض وليه صديق مثلا اسمه دينو، ماريو، كارلو، ايا كان، فعاوز ايه؟ عاوز اقدمه لزمايلي. يا ترى اقول لهم ايه؟ اقول لهم كويستو اي دينو. يعني ايه كويستو اي دينو؟ هذا يكون ايه؟ دينو. ممكن لوي اي دينو، هو يكون ايه؟ دينو. يبقى كواندو بريزنتو، لازم افرق يا شباب جدا ما بين كواندو بريزنتو لما اجي اقدم صديق مثلا اقول كويستو اي دينو، ولما اجي اقدم نفسي زي ما شفنا اول موقف كان بيقول لي كواندو مي بريزنتو، لما اجي اقدم نفسي ساعتها انا كنت بقول ايه؟ مي كيامو مثلا كذا، تمام؟ او بياتشيري. فاركز في الامتحان وعاوز اقدم شخص ولا اقدم نفسي عشان تفرق في الاجابه. اركز بس كده، اقول لك مي بريزنتو، مي بريزنتو يعني اقدم نفسي، اقول طبعا ايه؟ بياتشيري تشرفنا، مي كيامو اسمي كذا. وافرق ما بين الموقف اللي انا شفناه دلوقتي كواندو بريزنتو الميو ميكو، لما اجي اقدم شخص ما او اقدم صديقي مثلا، اقول ايه بقى؟ كويستو اي دينو، هذا يكون ايه؟ دينو. فركز جدا في صيغه السؤال في الامتحان، وتمام الموقف ان شاء الله يعني سؤال جميل وسهل، بس مش عاوز مننا ايه؟ تسرع، عاوز بس تركيز وترجمه الجمله جيدا يعني ان شاء الله. طيب نكمل مع بعض كده، نشوف الموقف رقم 12. هنا في مجموعه جمل درسناها في الكتاب، كان في كتاب المدرسه، بيقول لنا كواندو ديكو، عندما اقول مثلا بروف، بروف يا استاذ، بير فافوري يعني بير فافوري من فضلك، بو ريبيتري ممكن تعيد، ريبيتري يعني ممكن تعيد، سونو اكون. يا ترى الجمله دي بسمعها فين؟ او ممكن يجيب لي جمله تانية. يقول لك كواندو ديكو، عندما اقول مثلا بروف يا استاذ، بير فافوري من فضلك، اكوالي باجينا سيامو، في اي صفحه ايه نكون. يا ترى الجمله دي بسمعها فين؟ طيب اخر جمله، كواندو ديكم، عندما اقول يا بروف يا استاذ، بير فافوري من فضلك، بو بارلاري بيانو، ممكن تتكلم مثلا بالراحه. يا ترى الثلاث جمل دول بسمعها وفين المكان اللي اقدر اسمعها فيه؟ طبعا ممكن اقول ايه؟ ان كلاس. كل الجمل دي اقدر انا اسمعها فين؟ ان كلاس، اللي هو فين؟ في الفصل، او اسكولا فين؟ في المدرسه. دي اجابه صحيحه ودي اجابه صحيحه. يبقى ان كلاس يعني في الفصل، تمام كده. يبقى خلصنا الجزء الاول من الحلقه اللي انا كنت وعدتكم بيه، وهو اتدربنا على مجموعه مواقف سيتواتسيوني، مواقف مهمه جدا اللي هي خاصه بالايه؟ بالمنهج بتاعنا او الترم الاول. فضروري هذاكره، ولازم ارجع اقول تاني اكد، لازم نذاكر كتابه، نمسك القلم ونذاكر المواقف كتابه، عشان سؤال المواقف مش هيجي اختيارات، هيجي ان شاء الله ايه؟ اكمل كومبليتا زي ما احنا شفنا بالشكل ده. يعني لازم امسك القلم واحفظ الحاجه وعكسها، يعني لو جالي مثلا بونجورنو، او مثلا دي كواندو انكونترو اميكو لا ماتينا، لما اجي اقابل صديقي الصبح. طب لو جاب لنا كلمه مثلا لا ماتينا فوق، اجي اكتب كلمه ايه؟ بونجورنو، اللي هي صباح الخير. ممكن يجيب لي مثلا يقول لك دي دو في سي، انت منين؟ يا ترى ده السؤال بتاع النوم، الاسم ولا الجنسيه؟ اكتب كلمه لا ناسيوناليتا، اللي هو الجنسيه زي ما شفنا. او ممكن يجيب العكس، يقول لنا مثلا كواندو كيدو لا ناسيوناليتا، لما اجي اسال عن الجنسيه. يا ترى اقول يا شباب؟ اقول مثلا دي دو في سي، اللي هو السؤال ايه بتاع الجنسيه، اللي هو من اين تكن. طيب تعالوا النهارده جبت بعد ما خلصنا المواقف، نشوف دلوقتي النموذج الاسترشادي اللي نزل من قبل الوزاره، ونحله مع بعضنا، ونقدر ايه نشوف الافكار اللي موجوده فيه ونحللها مع بعض دلوقتي. نشوف مع بعضنا دلوقتي ايزامي، مجموعه امتحانات. اول حاجه النموذج اللي نزل، ما احنا شفنا دلوقتي، نشوف دلوقتي جاي لنا قطعتين،
القطعتين هيجي لنا اختيارات، يعني في الاول كان بيجي لنا قطعه عليها اختيارات وقطعه عليها صح وغلط فيرو وفالس، ولكن القطعتين اللي احنا ان شاء الله هنشوفهم في الامتحان او زي ما كان موجود في نموذج الاسترشادي، اول قطعه عليها اختيارات وتاني قطعه عليها ايه؟ اختيارات. تعال نشوف دلوقتي ايه النموذج الاسترشادي اللي كان موجود او الاسئله اللي كانت موجوده فيه. القطعه بتقول لنا ايه؟ اليسيا ايونا راجاتسا ايطاليانا، اليسيا عباره عن ايه؟ بنت ايطاليه. كوينديتش اني عندها كام سنة؟ 15 سنة. ضروري جدا اراجع الارقام واكون حافظها. لي هي نوفا ان كلاسي، يعني نوفا ان كلاسي هي جديدة فين؟ في المدرسة، طالبة جديدة في المدرسة. بتقول ايه بقى؟ كونوسكو كواترو كومباني نوفي، هي بتقول ايه؟ اتعرفت على كام؟ اربع اصدقاء جداد. كونوسكو يعني يعرف، كواترو اربع، كومباني نوفي هي عارفة كام صديق؟ أربع أصدقاء جداد، اتعرفت على أربعة جداد. كومباني زي أميتشي. إيه هما؟ تبدأ تكلمنا عنهم، تقول لنا جوليا أونا راجاتسا اسبانيولا. جوليا عبارة عن إيه؟ بنت أسبانية. اسبانيولا أسبانية. مالها بقى؟ أما كومونيكاري. أما يعني بتحب كومونيكاري التواصل. إي أ سيمبري إل تشيلولاري إن مانو. ودايماً بتمسك التليفون يا شباب في إيديها، تمام كده؟ سيمبري التشيلولاري ان مانو، دايما التشيلولاري اللي هو التليفون، وليها معنى كلمه تانية اسمها تليفونينو. ان مانو يعني ايه؟ ايديها. مانو اللي هو ايه؟ ايد. ليه بقى؟ بريسكريفري مساجيني اتوتي، عشان تكتب رسائل ايه؟ للكل. سكريفري يعني يكتب، مساجيني رسائل اتوتي، تمام كده؟ طيب تعال نكمل مع بعضنا. بكلمة برضه عن صديق تاني كده، حامد اي ماروكينو. يعني ايه ماروكينو؟ لو جنسيته مغربي. اد يعني هو يكون ايه؟ انتليجنت. يعني انتليجنت ذكي، يعني دلوقتي بتوصف كل صديق ليها. حامد ايه؟ انتليجنت مغربي، صديق ايه؟ مغربي وذكي. ماريا ايه؟ برازيليانا. ماريا جنسيتها ايه؟ برازيليه. اد ايه؟ بيلا. وكمان ايه كمان؟ جميله، جنسيتها برازيليه. ايه بيلا؟ صفتها جميله. يو ايه؟ تشينيزي. البنت اللي اسمها دي يو، مالها بقى؟ ايه تشينيزي يعني صينية. اي اما وبتحب، فيربو اماري، مانجاري لا بيتزا، بتحب تاكل ليه البيتزا. ضروري جدا اللي انا بترجم معاكم عشان نطلع ايه الكلمات او افكار القطع. يو اي تشينيزي اما مانجاري لا بيتزا، هي بتكون بنت صينية وبتحب تاكل ليه مانجاري يعني ياكل لا بيتزا، بتحب تاكل البيتزا. تعال نشوف مع بعضنا الاسئلة اللي كانت موجودة على القطعة دي. بيقول لنا هنا شيلي لا ريسبوستا كوريتا، اختر الإجابة الصحيحة. شيلي لا ريسبوستا كوريت. أول سؤال عندنا هنا بيقول لنا هنا كوانتي أني أليسيا. يعني كوانتي أني أليسيا؟ أليسيا عندها كام سنة؟ زي ما شفنا الأرقام كانت جاية إن شيفرا، كان جاية بالإيه؟ بالأساب. هنا جايبها لي بقى بالإيطالي، يعني ضروري جدا أكون حافظ الأرقام بالإيطالي، ولو في وقت في الحلقة إن شاء الله ممكن أراجع معاكم الأرقام. بيقول لنا هنا كوانتي أني أليسيا، كان عندها كام سنة؟ يا ترى دوديتشي، يعني دوديتشي 12، ولا 13 13، ولا 14 اني 14 سنة، ولا 15 اني 15 سنة. طبعا كان عندها كام سنة؟ 15 اني. الإجابة الأخيرة اللي هي كام؟ 15 سنة، تمام. طيب تاني سؤال، يو اون راجاتسا دي، يو آخر صديقة اللي شفناها، اون راجاتسا بتكون بنت، دي من يا ترى اسبانيا، اسبانيا ولا تشينا الصين، ولا برازيل البرازيل، ولا ماروكو. طبعا شفنا هي لنا ايه؟ يو اي تشينيزي، تشينيزي يعني صينيه، يبقى اكيد من دوله الايه؟ تشينا. يبقى يو ان راجاتسا دي تشينا، عباره عن بنت ايه؟ من الصين، تمام. نمره 3 بيقول لنا كي يعني ايه شباب؟ من، كي يعني ايه؟ من. ضروري جدا برضو اراجع ادوات الاستفهام، مهمه جدا لازم اكون ايه مذاكرها قبل الامتحان. كي نوفو ان كلاسي، مين جديد في الفصل؟ يا ترى مين الطالب الجديد في الفصل؟ اليسيا، حامد، جوليا، يو. طبعا كانت البنت مين؟ اليسيا، عشان قالت ايه؟ ايو سونو نوفا ان كلاسي، انا ايه جديده فين؟ في الفصل. فضروري جدا اكون افهم القطعه علشان ايه؟ اقدر اجاوب. وعن طريق القطعه اللي احنا بنحلها دي بنقدر اللي احنا ايه نراجع مع بعض كلمات الايه؟ كلمات الوحدات او المنهج. بيقول لنا هنا كي كوزا جوليا امانو، كي كوزا يعني ماذا؟ طبعا كي كوزا بمعنى ماذا، ممكن اشوف كوزا او كي كوزا، الثلاثه بمعنى ماذا.
جوليا ان مانو. جوليا كانت ماسكه ايه في ايديها؟ فاكرين؟ يا ترى مساجو ولا تليفونينو ولا اونا بيتزا ولا راجاتسا؟ طبعا كانت ايه؟ كانت ماسكه تليفونينو. يعني ايه تليفونينو يا شباب؟ كانت ماسكه ايه؟ تليفون. تمام؟ هو طبعا فوق ما قالش تليفونينو، هو قال تشيلو لاري. فكلنا عارفين ان كلمه تليفونينو بتساوي كلمه ايه؟ تشيلو لاري، الاثنين بمعنى ايه؟ تليفون. تمام؟ تعال نشوف تيست تاني او القطعه التانيه اللي جت في النموذج الاسترشادي كده. حلينا اول قطعه، شفنا الافكار اللي فيها، زي ما احنا شفنا كان بيتكلم عن الايه، وصف اصدقائها، وشفنا الارقام. لازم جدا، ضروري جدا نراجع الارقام عشان من الافكار اللي بتعدي علينا كتير جدا في القطع. يعني جبنا رقمين شفره تحت يسالنا بيه بالايه، بالايطالي. تمام، تعال نشوف القطعه التانيه اللي جت في النموذج الاسترشادي، بيقول لنا ليجي السيجوينتو تيستو. اقرا القطعه التاليه. بيقول هنا سونو كارلو، اسمي ايه؟ كارلو. ايو ابيتو كوي، يعني ايو ابيتو كوي، انا اسكن هنا. نيل شنترو ديلا تشيتا، يعني نيل شنترو ديلا تشيتا، في وسط المدينه. شنترو في وسط الايه؟ المدينه. تمام. انسينيو لا ستوريا، انسينيو ده فعل جاي من انسينيانتي، كلنا عارفين كلمه انسينيانتي يعني مدرس. هنا انسينيو يعني بدرس، يعني كارلو ده عباره عن مدرس. انسينيو لا ستوريا، بيدرس ماده التاريخ، ستوريا اللي هو التاريخ. ان اونا سكولا، في مدرسه. فيتشينو اكازا، فيتشينو يعني بالقرب من البيت، فيتشينو بمعنى قريب، عكسها كلمه اسمها لونتانو اللي هو بعيد. يبقى هو عباره عن مدرس تاريخ في مدرسه فين؟ فيتشينو اكازا، بالقرب من البيت. ان كلاس، في الفصل. بيقول يبقى او نوفو ستودنتي، عندي طالب جديد. كي يعني الذي، عايد على الاسم اللي قبليها. كي سيكياما باولو، اسمه ايه يا شباب؟ اسمه باولو. يبقى هو نوفو ستودنتي، عند صديق جديد. كي سيكياما باولو، اسمه باولو. باولو ده لوي ابرافو، بيكون ايه؟ بيكون شاطر. اي اما مولتو لا ستوريا، وبيحب جدا ايه؟ التاريخ. اما لا ستوريا، بيحب التاريخ، كلمه مولتو يعني جدا. ما ولكن نون، نون يعني اللي هو النفي، اللي هو ليه. النفي في الايطالي عباره عن كلمه ايه يا شباب؟ نون. نون اما انجليزي، مش بيحب الانجليزي، ايه الفرانشيزي ولا الفرنساوي. تمام. باولو اي مولتو سيمباتيكو، باولو بيكون ولد ايه؟ ظريف جدا او لطيف. اي اما اي سوي كومباني دي كلاسي، بيحب مين؟ اصدقائه في الفصل. مين اصدقائه دول؟ ان هم دينو ماريا جانا، دينو ماريا جانا. طب كده يبقوا كام واحد كده؟ زي ما احنا شايفين يبقوا ايه؟ تلاتة، عشان ممكن يسألني على عددهم. تمام. طيب بعد ما فهمنا القطعة، تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي الأسئلة اللي واردة عليها. بيقول لنا هنا شيليا ريسبوستا كوريتا، اختر الإجابة الإيه؟ الصحيحة. أول سؤال، كومي سيكياما لو ستودنتو نوفو، يعني كومي سيكياما لو ستودنتو نوفو، ما اسم الطالب الجديد؟ يا ترى اسمه كارلو ولا باولو ولا دينو ولا جانا؟ طبعا كلنا شفنا الإجابة اللي هو مين؟ باولو، عشان سينيور كارلو المدرس اتكلم عن مين؟ على باولو. قال إيه؟ يو نوفو ستودنتي، عندي طالب جديد. كيسيك ياما ايه؟ كيسيك ياما باولو، يبقى الطالب الجديد ده مين؟ باولو. بيرين هنا شيلي ريسبوستا كوريت، اختار الاجابه الصحيحه. كارلو ايه انسينيانتي دي، يا ترى كارلو كان مدرس ايه؟ طبعا كلمه انسينيانتي في كلمه بتساويها اسمها بروفيسوري، يبقى اون انسينيانتي بتساوي بروفيسوري. مدرس يا ترى انجليزي، فرانشيزي، ستوريا، ماتيماتيكا. طبعا كارلو كان مدرس ايه يا شباب؟ مدرس استوريا، يعني استوريا اللي هي الايه؟ التاريخ. ماتيماتيكا اللي هي ماده الرياضيات. نمره 3، بيقول لنا كوانتي كومباني ا باولو ان كلاسي. كوانتي يعني كم؟ كومباني صديق. ا باولو ان كلاسي، باولو كان عنده كم صديق في الفصل؟ شفناه لما عدناهم مع بعض في اخر القطعه. يا ترى تري كومباني، ثلاث اصدقاء. دوي كومباني، اثنين. كواترو كومباني، أربعة. ولا أون كومبانيو، صديق واحد. طبعا عندناهم مع بعضنا، فكانوا كام؟ تري كومباني، يعني تري كومباني، ثلاث أصدقاء أو ثلاث زملاء. تمام. بينا لا كازا دي كارلو، منزل كارلو إيه بيكون؟ يا ترى بيت كارلو موجود فين؟ فوري تشيتا، يعني كلمة فوري تشيتا خارج المدينة. ولا نيل شنترو ديلا تشيتا، في وسط المدينة. ولا فيتشينو اكازا دي باولو، بالقرب من بيت باولو. ولا فيتشينو اكازا دي دينو، بالقرب من منزل دينو.
طبعا ايه نيلشاندرو دي لاتشيتا في وسط المدينه، عشان هو في اول قطعه قال ايه لو تفتكروا، قال ايو انا ابيتو نيلشاندرو دي لاتشيتا، يعني ما قالش البيت، هو قال بصيغه تانية ايو ابيتو انا اسكن نيلشاندرو دي لاتشيتا في وسط الايه المدينه. فجيت تحت في السؤال ما قالش اين يسكن، قال لا كازا دي كارلو منزل كارلو، وكده كده طالما قال لي منزل او انا اسكن هو نفس الايه المعنى، فضروري جدا اكون حافظ افعال وكلمات الايه الوحدات بتاعتنا. فهنا وكان ساكن فين او لا كازا دي كارلو، بيت كارلو كان موجود فين؟ نيل شينترو ديلا تشيتا، في وسط الايه المدينه. تمام، كده خلصنا الايه القطعتين اللي وردوا في النماذج الاسترشاديه. هنشوف دلوقتي ايه هي المواقف، بعدها بيجي سؤال المواقف اسكريفي او كومبليتا لسيجوينتي سيتواسيوني. هاجي لنا اربع مواقف في النماذج الاسترشاديه، كان منزل لنا موقفين، برضو انا جايب النموذج بالشكل الكامل علشان نقدر ايه نحله مع بعض ونجاوب. تعال نشوف دلوقتي ايه الموقفين اللي كانوا موجودين في النماذج الاسترشاديه. طبعا عنوان سؤال المواقف بيقول لنا اسكريفي، يعني اكتب لا ريسبوستا ادتا، الاجابه المناسبه اي كومبليتا ديلي سيجوينتي سيتواسيوني، اكمل المواقف الايه التاليه. اول حاجه كان قال لنا كوزا ديتشي، يعني ماذا تقول كواندو كيدليتا، عندما تسأل عن إيطاليا اللي هو مين العمر. برضو شفنا السؤال ده لما كنت بشرح سؤال الايه المواقف في البداية، كيدو ليه طب بسأل عن العمر، ايه السؤال بتاع العمر لو فاكرين طبعا اللي هو ايه كوانتي اني اي، يعني كوانتي اني اي كم عمرك. تمام، طيب قال لنا ان كواندو بريزنتو الميو اميكو الميو دينو اميكو دينو، لما اجي اقدم ايه صديقي دينو يا ترى اقول ايه، لسه واخدنا برضو اقول كويستو اي دينو، هذا يكون دينو او لوي اي دينو، هو بيكون يا شباب دينو. تمام كده، تمام. تعالوا نشوف مع بعضنا الاجزاء بتاعت الجراماتيكا اللي جت في الامتحان برضو النموذج الاسترشاديه، بيجي بعد سؤال المواقف زي ما شايفين كده ترتيب الامتحان، بيجي لنا قطعتين، بعد القطعتين بيجي لنا سيتواتسيوني مجموعه مواقف اكتبها، بعديها بيجي سؤال الجراماتيكا اللي هو سؤال الجرامر، سؤال الجرامر بيجي شيلتا بيجي اختيارات، مفيش اي تعديل حتى الان عليه، فهنشوفه دلوقتي بيجي بشكل الاختياري. تعال نشوف مع بعض دلوقتي الجمل الاختياريه او الجمل الجراماتيكا اللي وردت في النموذج الاسترشادي. بينا شيلي لا بارولا ادتا، اختر الكلمه الايه الكلمه المناسبه. بينا دينو ان راجاتسو، دينو بيكون ولد، يا ترى ايطاليانو ايطاليانا ايطالياني ايطالياني. طيب ده درس الصفات، هنا قبل ما اختار الصفة لازم اشوف نوع الاسم اللي عندنا، هنا الدينو نوعه ايه؟ الولد ده طبعا مفرد مذكر ماسكيلي سينجولاري، فلو الاسم مفرد مذكر اختار الصفة الاخيرة يا شباب او، فهنا ايه؟ دينو ان راجاتسو ايطاليانو، دينو بيكون ولد ايطالي علشان هنا دينو عبارة عن ايه؟ مفرد مذكر. تمام؟ بيقول لنا لاميكي دي جوليا، صديقات جوليا سونو، يا ترى سيمباتيكو سيمباتيكا سيمباتيتشي سيمباتيكي. اجي هنا اشوف لي اميكي وعاوز يوصف مين، اول كلمه اللي هي لي اميكي الصديقات، نوعها ايه الصديقات هنا لي اميكي جمع مؤنث، طالما جمع مؤنث يبقى اجري اختار الصفه الاخيره يا شباب اخر واحده اليمين سيمباتيكي اللي هو ايه بيكونوا ايه ظراف او لطاف، يعني لي اميكي دي جوليا سونو سيمباتيكي، فهنا عشان جمع مؤنث الاسم فاخترت الصفه الاخيره ايه ايه. هنا ايه باولو، بيكون باولو ايه ايطاليانو، يكون ايطالي، يا ترى اقول ليه ولا لوي ولا ايه ولا تو. اجي هنا اولا ايه الفعل اللي عندي ابص عليه هنا ايه، يعني يكون ده متصرف مع مين، لا اما لوي لا اما ليه، طبعا احنا عارفين لوي يعني هو ليه يعني هي، الاتنين بياخدوا نفس التصريف اللي هو ايه، يا ترى بقى اشوف هو بيشاور على مين، يا ترى ولد ولا بنت، هنا قال لنا باولو عباره عن ولد، فهنا ينفع هو ولا هي، فالاختيار رقم اتنين هو المناسب لوي اي باولو، هنا بختار الضمير هو بيكون ده باولو اي ايطاليانو بيكون ايه شباب ايطالي. تمام، رقم اربعة كويستي سونو البرتو ماريا سي سونو، طب هنا بيقول دول بيكونوا كويستي سونو، هؤلاء كويست طبعا هذا وهذه اللي هو اسماء الاشارة، البرتو ماريا دول بيكونوا البرتو ماريا، ده كأنه سؤال سي نعم سونو بيكونوا، يا ترى لورو ولا لوي ولا لي، طبعا البرتو ماريا يعني ايه نحن ولا هم مثلا، طبعا هم البرتو ماريا اسمين كان هم، ففي الحاله دي اختار ايه سونو لورو، نعم بيكونوا هم، يبقى اختار الضمير حسب تصريف الفعل وحسب الاشخاص اللي ايه اللي عايد عليهم يا شباب. ماشي،
طيب خلصنا كده الجمل المواقف اللي كانت موجودة او الجمل الجراماتيكال اللي كانت موجودة في النموذج الاسترشادي. هنشوف دلوقتي السؤال قبل الاخير في الامتحان وعبارة عن ايميل. طيب فكرة الايميل زي ما نشوف دلوقتي هو بيجي لنا كده بيجي لنا مثلا يقول لها تشاو باولو ويجيب لها جملة مقدمة وبيكون موجود ثلاث اسئلة. ثلاث اسئلة مثلا باولو بعت الايميل ده مثلا لكارلو ايا كان الاسم، انا مطالب هكتب الاجاوب اقرا الثلاث اسئله كويس جدا واجاوب ثلاث اجابات كومبليته يعني كاملين، ولازم اكون ايه السبيلنج بتاعي يكون صح، الكتابه بتاعتي تكون صح ومفيش اخطاء جراماتيكي. تعال نشوف مع بعضنا ايه هي اسئله الايميل اللي جت. يقول لي ريسبوند على الايميل سيكونت، اجب على الايميل التالي. ده كان الايميل كانت موجود بيقول لنا هنا تشاو كارلو، اهلا كارلو، بيجيب لنا جمله مقدمه زي ما انتم شايفين كده في البدايه، بيقول لنا سي نوفو ان كلاسي، انت جديد في الفصل. اي تانتي كومباني سترانيري، يعني اي يعني انت عندك تانتي زي مولتي، تانتي اميتشي او كومباني عندك اصدقاء كتير، سترانيري اجانب. وبعدين بيجيب لنا ثلاث اسئله، انا ضروري جدا اكون ايه فاهم الثلاث اسئله كويس جدا، طبعا قائمه على حفظ الادوات الاستفهام، وابدا اكتب جمله كامله. اول سؤال بيقول لنا كومي الا راجاتسا اسبانيولا، يعني ايه كومي الا راجاتسا اسبانيولا؟ كيف تكون البنت الاسبانيه؟ ففي الحاله ديت كومي هنا عاوز صفه، عاوز يا شباب صفه، عاوز هنا صفه، هنشوف الاجابه بعد شويه. يبقى كومي ايه السؤال ده بتاع الوصف؟ قال لنا كوانتي اني كم عمر الراجاتسو ماروكينو، الولد المغربي عنده كم سنه؟ هي طبعا بيسال عن العمر. دي دوفي روبرتو، يعني من اين يكون روبرتو؟ طب هنا بيسال عنوان ولا الجنسيه؟ هنا الجنسيه، السؤال بتاع دي دوفي ناكد كده، دي دوفي ده السؤال بتاع الجنسيه. تعال نشوف دلوقتي الاجابه النموذجيه. انا كاتب هنا مثلا لما سالنا على وصف البنت كتبت لي اي بيلا، هي بتكون جميله، اي برافا. حد تاني كتب اي سيمباتيكا، صح، جنتيلي صح، القى طويله صح. اهم حاجه اكون كاتب ايه افهم السؤال واجاوب اجابه صحيحه. لما سالني عن عمر قلت مثلا لوي اكوينديتش اني، هو عنده كام سنه؟ 15 مثلا سنه. تالت سؤال لما قال لي مثلا دي دوفي إيه روبرتو، روبرتو منين؟ بيسال عن الجنسيه. كتبت مثلا لوي اي ايطاليانو، هو بيكون ايطالي. حد يكتب مثلا لوي اي اسبانيولو، لوي اي فرانشيزي، لوي اي انجليزي، هو بيكون انجليزي. اي اجابه مقبوله صح، بس اهم حاجه اكون ايه كاتب الجراماتيكا الاخطاء ما يكونش فيه اخطاء جراماتيكيه. تاني حاجه اكون كاتب جمله كامله، جمله كامله بتكون من ايه الفعل والمفعول، يعني ما حدش مثلا يجي يقول لي كومي الا راجاسا اسبانيولا، البنت الاسبانيه ايه، حد يقول لي مثلا على طول بيلا، جميله، برافا، شاطره، لا لازم اجيب الفعل. اقول مثلا لي ايبيلا، هي بتكون ايه جميله. السؤال مثلا بتاع العمر لما قال لنا كوانتي اني الراجاتسو ماروكينو، كم عمر الولد المغربي؟ ما اجيش اكتب على طول مثلا كويندي تشاني 15 سنه، لازم اكتب ايه لوي ا كويندي تشاني، هو عنده كام؟ 15 سنه. وكمان الميزه ان الافعال في الاغلب بتكون موجوده في السؤال نفسه، يعني انا نادرا لما اجيب حاجه او افكر في الافعال، الافعال بيساعدني بيكون موجوده فين؟ في السؤال، فاقدر اجيب الفعل منه واكتب اجابه ايه كامله. طيب تعال نشوف الايميل التاني اللي كان موجود في النموذج الاسترشاديه. قال هنا برضو ريسبوند على الايميل سيجوينتي، اجب على الايميل التالي. بيقول تشاو باولو، اهلا باولو، بينفينوتو ان كلاس، خدنا الجمله ديت اقول بينفينوتو ان كلاس، يعني مرحبا بك فين؟ في الفصل. ببدا بقى اسال باولو، هو وثلاث اسئله موجودين زي ما شفنا بيكون موجود ثلاث اسئله. كومي سي كياما الكومبانيو امريكانو، ما اسم الصديق الامريكاني؟ كوانتي اني طب عنده كام سنه؟ هنا بقى دوفي ابيتا، اين يسكن؟ هي مش بيسال على الجنسيه بقى، هنا بيسال على السكن او العنوان. اول سؤال او اجاوب اجابه كامله اكتب مثلا لوسي كياما ماريو، حد كتب لوسي كياما دينو، لوسي كيامو جاري، لاري، اي اسم يبقى صح. اهم حاجه اكتب جمله كامله، لوي سيكياما هو اسمه مثلا ماريو. اكتب مثلا لوي كوينجي تشاني عنده 15 سنه، حد تاني يكتب سيدي تشاني 16 سنه، عادي اجابات كلها صحيحه ومقبوله ومفتوحه، بس اهم حاجه ايه اكون كاتب جمله كامله والسبيلنج يكون صح. قال لي هنا مثلا اين يسكن؟ انا كاتب لكم مثلا هنا لوي ابيتا ان شنتروم، هو يسكن فين؟ في وسط البلد. حد تاني ممكن يقول لي لوي ابيتا فوري تشيتا، هو ساكن خارج المدينه صح. حد يقول لي لوي ابيتا ميلانو، ساكن في ميلانو، اروما صح. كل دي اجابات مقبوله صحيحه، اهم حاجه اكون كاتب الايه الفعل اللي هو لوي ابيتا او لوي سيكياما، هو اسمه لوي هو عنده اي سن او اي مكان
او اي اسم هتكتبه هتاخد عليه الدرجه الايه النهائيه، تمام كده؟ طيب تعال نشوف اخر سؤال كان موجود في النموذج الاسترشاديه، وهو سؤال التيمه. سؤال التيمه فكرته يا شباب هنشوفه دلوقتي. سؤال التيمه بيطلب مني اكتب ايه؟ اكتب 5 او 4 جمل. هو هنا بيحدد لي يقول لي مثلا اسكريفي اون تيما، اكتب موضوع ذا كوينجيتشي افينتي بارولي، من 15 ل 20 كلمه اتكلم عن موضوع. هنا عندنا موضوعين مهمين جدا انا جايبهم وجايب ايه افكار منهم او جمل ممكن تساعدنا في الامتحان. اول موضوع عندنا اللي هو ديسكريفي اون كومبانيو دي كلاسي، كان جايبه في النموذج الاسترشادي. اوصف الايه؟ اوصف صديق الفصل او اميكو سترانيرو، صديق اجنبي. وبيجيب لنا 3 عناصر كده بيساعدني ان انا اقدر اكتب الموضوع عنه. تاني موضوع من اهم المواضيع برضو اللي عندنا اللي هو بارلا ديلا توا سكولا نوفا، اتكلم عن مدرستك الجديده. اوصف المدرسه او اوصف الفصل، اوصف المدرسين، المواد. هنشوف دلوقتي انا جايب نموذجين للموضوعين دول، وهنشوف دلوقتي رأس السؤال بالايطالي عشان برضو اعرف اترجم الامتحان، وكاتب لكم مجموعة او مجموعة جمل تقدر تساعدنا في الامتحان ان شاء الله. نبص كده تيما، سؤال التيما وده اخر سؤال في الامتحان يا شباب هنشوفه. بيقولنا سكريفي اون تيما، اكتب موضوع ده كوينجي تشي افينتي بارولي، من 15 ل 20 كلمة. اول موضوع اللي درسناه السنة دي اللي هو ديسكريفي اون كومبانيو دي كلاسي، اوصف صديق الفصل. ممكن يقول لك اون كومبانيو امري او كومبانيو سترانيرو، صديق اجنبي. وزي ما احنا شايفين كان جايب لنا في النماذج ايه 3 عناصر. لما اجي اوصف الصديق اكون مثلا واصف النومن، الاسم، ليتا العمر لازم يكون موجود، لا ناسيوناليتا اللي هو مين الجنسيه. تعالوا نشوف مع بعضنا دلوقتي انا محضر لكم مجموعه جمل او مجموعه موضوع صغير جدا عن الوصف. انا كتبت ايه؟ الميو اميكو صديقي سيكياما ماريو، اسمه ايه؟ ماريو. حد ممكن يكتب كارلو، دينو، اي حاجه صح. بونتو نقطه، نكتب كده جمل بسيطه جدا، جمله وممكن بونتو بعديها نقطه كده. لوي ا كوينديتش اني، هو عنده كام سنه؟ 15 سنه، قلت السن زي ما هو كان طالب مني نقطه. لوي اي ايطاليانو، هو بيكون ايطالي عشان كان موجود اوصف الايه؟ اوصف الجنسيه. انا مثلا كتبت جملتين من عندي، اي برافو بيكون شاطر، اسبورتيفو بيكون رياضي. حد تاني عاوز يكتب جنتيلي سيمباتيكو، يكتب ستودنت طالب، التو طويل، اي وصفه يبقى صح. انا كتبت موضوع كده بسيط علشان اساعدكم، او ممكن تمشوا على نفس النمط تقدروا تكونوا جمل عن وصف الايه؟ وصف الصديق. تمام، ده كان اول موضوع كان درسناه مع بعض او كان موجود في النموذج الاسترشادي. تاني موضوع كان موجود هنا زي ما احنا شفنا، سكريفي اون تيما، اكتب برضو موضوع ده كوينجي تشي افينتي بارولي، من 15 ل 20 كلمه. بيقولنا بارلا ديلا توا سكولا نوفا، اتكلم عن مدرستك الايه الجديده. كان جايب لي بقى عناصر، بيقول لنا في وصف المدرسه تتكلم عن لا ديسكريتسيوني ديلا سكولا، يعني توصف المدرسه. تتكلم عن اي كومباني سترانيري، يعني الاصدقاء او الزملاء الاجانب. لماتيري ديلا سكولا، اللي هي المواد بتاعت الايه المدرسه. تعالوا نشوف مع بعضنا دلوقتي مجموعة جمل عن وصف المدرسة ممكن تساعدني برضو. La mia scuola è bella، أنا كتبت مثلا مدرستي تكون جميلة نقطة. Le classi sono grandi، اللي هي الفصول بتكون كبيرة. I compagni اللي هم الأصدقاء sono gentili، بيكونوا إيه مهذبين. شايفين أنا وصفت المدرسة، وصفت الفصول، وصفت الإيه الأصدقاء. I professori المدرسين sono bravi، المدرسين بيكونوا إيه شطار. هنا اكتب برضو على المواد زي ما طلب مني، ايو ستوديو، انا بدرس مثلا الايطاليانو، الانجليزي، الاستوريا، بدرس الايطالي والانجليزي والتاريخ. فده موضوع ممكن يساعدني او جمل ممكن تساعدني في الامتحان. طبعا حد تاني عاوز يكتب لاميا سكولا اي جراندي، مدرستي بيكون كبيره، يغير الصفات، يكتب طريقه تانيه، مفيش مشكله، بس اهم حاجه الايه الجمل تكون صحيحه. تمام كده؟ كده يبقى خلصنا حل النموذج الاسترشادي اللي احنا شفناه من قبل الوزاره. غطينا حلينا مع بعض القطع، حلينا المواقف، الجراماتيكا، الجرامر، سؤال الايميل، سؤال التيمه، قدرنا نتدرب على اسئله متنوعه في الامتحان. وشفنا مع بعضنا في بدايه الحلقه حوالي 14 او 13 موقف للسواتسيوني اللي درسناهم السنه دي، وكمان شفنا مترجمين وسؤال مواقف اكيد تاني. ضروري اكون ماسك الايه القلم واكتب. تمام، تعال نشوف انا محضر لكم امتحان تاني كده او قطع تاني، نحاول ايه نفتكر مع بعضنا عن طريق حل القطع الايه كلمات المنهج. تعال نشوف مع بعضنا الامتحان. بيقولين هنا ليجري البلوج سيجوينتي، اقرا البلوج. بلوج طبعا كلمه بلوج زي تيستو عباره عن مدونه،
مدونة كأنه بوست، يعني كاتب بلوج اللي هي مدونة، بتقول لنا تشاو راجاتسي، أهلا يا أولاد، سونو كيارا، أنا كوني كيارا أو كويندي تشاني، عندي كام سنة؟ 15 سنة. بتقول أوجي إيونا جورناتا إمبورتانتي، النهاردة عبارة عن يوم إيه مهم برمي بالنسبة لي. ليه بقى يوم مهم بالنسبة لي؟ هتقول السبب أهي، أونا سكولا نوفا نيل شنترو دي روما، عشان مدرسة جديدة فين؟ في وسط روما. بتقول ايو او تانتي نوفي كومباني ان كلاسي، انا عندي اصدقاء كتير فين؟ في الفصل. ايه هم؟ هيبدا بقى توصف لنا كل اصدقائك. روبرتا، بنت اسمها روبرتا، يونا راجاتسا برازيليانا مولتو سيمباتيكا، عباره عن بنت ايه؟ برازيليه مولتو سيمباتيكا، يعني ايه؟ لطيفه جدا. ستيفانو، كده بتقول ان ستيفانو يو راجاتسو مولتو سبورتيفو، عباره عن ولد ايه؟ رياضي جدا. اي جوليا اي جنتيلي، جوليا بتكون يا شباب مهذبه. اي اما كومونيكاري، وبتحب الايه؟ التواصل. كومونيكاري اللي هو مين؟ التواصل. ليوناردو اي راجاتسو سبانيولو، ليوناردو عباره عن ولد يا شباب اسباني. اي اسكولتا تانتا موسيكا، وبيسمع موسيقى ايه؟ كتير. شايفين بتوصف كل صديق. في النهايه توتي راجاتسي، كل الاولاد انتريسانتي، عباره عن شله ايه؟ شله ممتعه كده ايه وجميله. تعال نشوف دلوقتي الاسئله اللي جايه على القطعه ديت. بيقول لنا اوجي امبورتانتي، النهارده مهم او يوم مهم. بيركي يا رب، بالنسبه لك يا رب. بيركي يعني بيركي، لان. انوفا سكولا، لانها جديده في المدرسه. ولا لا سكولا ان سنترو دي روما، المدرسه في وسط روما. ولا اسكولتا لا موسيكا، لانها بتسمع موسيقى. ولا اما كومونيكار، لانها بتحب التواصل. طبعا زي ما احنا شفنا ان كان يوم مهم بالنسبه لها عشان نوفا اسكول، لانها جديده في المدرسه، او المدرسه جديده فهي مبسوطه، او اليوم النهارده مهم بالنسبه لها علشان هي ايه؟ رايحه مدرسه ايه؟ جديده. طيب نشوف السؤال الثاني. بيقول كي الراجاتسو سبورتيفو، من الولد الرياضي؟ مين كان الولد الرياضي بقى اللي وصفته؟ يا ترى دينو ولا ستيفانو ولا باولو ولا ليوناردو؟ لو فاكرين كان مين؟ ستيفانو. لا ستيفانو إيه سبورتيفو، بيحب الايه؟ او ولد ايه؟ رياضي. دي دوفي اي ليوناردو، من اين يكون ليوناردو؟ طبعا هو هنا في القطعه ليوناردو اسبانيولو، بيكون ايه؟ اسباني. يا ترى بيكون من ده ايطاليا ديل برازيل ولا ديلا اسبانيا ولا ديلا تشينا؟ طبعا ليوناردو كان جنسيته يا شباب اسبانيا، كان اسبانيولو، فاكيد من دوله مين؟ اسبانيا. تمام. بنا كيارا، كيارا عندها كام سنه؟ 14 15 16 17. طبعا اكد تاني ضروره مراجعه ايه وحفظ الارقام. كيارا طبعا ايه 15، عندك عندها كام سنه؟ 15 سنه. تمام. طيب تعال نشوف قطعه تانيه كده. ليجي التيستو سيجوينتي. بنا كريستينا اونا راجاتسا برازيليانا، كريستينا عباره عن ايه يا شباب؟ بنت ايه؟ اسف، اونا راجاتسا ايطاليانا، بنت ايه؟ ايطاليه. 15 اني، عندها كام سنه؟ 15 ايه سنة. لي اونا راجاتسا كاستانا، ايه بيلا، عبارة عن بنت كاستانية، يعني بنت ذات الشعر الكاستنائي. ماشي. ايه بيلا يعني جميلة. ابيتا اونا زونا فوري تشيتا، ساكنة في منطقة فين؟ خارج المدينة. فوري تشيتا يعني خارج المدينة. كون لا سوا فاميليا، ساكنة مع مين؟ مع عائلتها. لا سكولا دي كريستينا، عائلة او مدرسة كريستينا. اي فيتشينو اكازا، قريبه منين؟ من البيت. اللي وهي اتانتي كومباني دي كلاسي، هي عندها ايه؟ اصدقاء او زملاء كتير فين؟ في الفصل. بنا البادر دي كريستينا، اللي هو بابا كريستينا. اي اون بروفيسوري، الاب بيكون ايه يا شباب؟ مدرس. دي ماتيماتيكا، مدرس ايه؟ رياضيات. ان اونا سكولا ان سنترو، في مدرسه فين؟ في وسط المدينه. لو اي اون ايكولوجيستا، هو بيكون ايكولوجيستا، يعني ايكولوجيستا يعني محب للبيئه. نون اما بريند لا ماكينا، مش بيحب ياخد الايه؟ العربيه. ايكولوجيستا اللي هو الشخص المحب للبيئه، مش بيحب ياخد العربيه. اي بريند سيمبري الترينو، بياخد دايما القطار. طب حد يقول لي هنا، طب ليه مش بيحب ياخد العربيه وبياخد القطار؟ ده اسمه ايكولوجيستا، علشان هو مش بيحب ياخد العربيه عشان الازدحام المروري، عشان لو كل مثلا لو في ازدحام، لو كل فرد مع عربيه ملاكي مثلا نزل الشارع، فده يؤدي لازدحام مروري وعوادم سيارات. فبيشجعوا دايما في ايطاليا على استخدام الميتسي بوبليتشي، اللي هي الوسائل العامه زي الترينو، القطار، المترو،
الاوتوبوس الاتوبيسات، فده بيقلل من الازدحام المروري في الشوارع، وكمان بيقلل من ايه، من عوادم السيارات او التلوث البيئي. فهنا لما بيقول لنا لو ايكولوجيستا بيكون ايكولوجيستا محب للبيئه، نون اما برند، لما مش بيحب ياخد العربيه وبياخد برند سيمبري الترينو، بياخد دايما للقطار. تعال نشوف الاسئله اللي موجوده. لا فاميليا دي كريستينا، عائله كريستينا ابيتا ساكنه فين؟ يا ترى ان سنترو ولا فوريشيتا ولا اميانو ولا روما؟ طبعا كان لنا اللي ساكنين فين، ان سنترو يعني في وسط الايه، في وسط المدينه، في وسط المدينه. انا البادر دي كريستينا، الاب برند بياخد ايه، لماكينه العربيه ولا الترينو القطار ولا الاوتوبوس الاتوبيس ولا لابيتشيكليتا ولا العجله؟ طبعا زي ما احنا شفنا ان الاب اما بريندر الترينو، بيحب ياخد يا شباب القطار. تمام، نمرة 3 من البادر ايه، الاب يا ترى كان اركيتيتو مهندس ولا دكتوري دكتور ولا انسينيانتي ولا ميديكو طبيب؟ طبعا انسينيانتي يعني مدرس، زي ما شفنا في القطع علينا البادري بروفيسوري بيكون ايه، مدرس. وانا عارفين ان كلمة بروفيسور بتساوي كلمة ايه، انسينيانتي، الاثنين بمعنى ايه، معلم او مدرس، فضروري يكون حافظ يا شباب الكلمتين. رقم 4 يلا، سكولا دي كريستينا، مدرسة كريستينا ايه، بتكون ايه، جراندي كبيرة ولا بيلا جميلة ولا لونتانا بعيدة ولا فيتشينا قريبة؟ فاكرين وصف هنا المدرسة كان لنا ايه؟ طبعا لا سكولا دي كريستينا، مدرسة كريستينا يا شباب ايه، فيتشينا، بتكون ايه، قريبة من المنزل. تمام كده. طيب تعال نشوف مع بعضنا برضو امتحان كامل، نشوف برضو مجموعة سيتواتسوني، مجموعة مواقف بينا. كواندو كيدو ليتا، عندما اسأل عن العمر، يا ترى اسوال بتاع العمر يا شباب؟ طبعا اكتب ايه، كوانتي اني اي، يعني كوانتي اني اي، كم عمرك؟ طب نشوف موقف تاني كده بينا. كواندو مي بريزنتو اكوالكونو، لما اجي اقدم نفسي، شايفين مي بريزنتو، لما اجي اقدم نفسي لمين، لشخص ما، يا ترى اقول ايه، اقول بياتشيري ميكيامو، صح، درسناه مع بعض، اللي هو تشرفنا، اسمي مثلا ماريو كارلو، اي اسم، صح. رقم 3 كواندو فادو اليتو، عندما اذهب للسرير، قبل السرير، يا ترى اقول ايه، فاكرين التحيات، كلمه تصبح على خير، اقول ايه، بونا نوتي، يعني بونا نوتي، تصبح على خير، يبقى كواندو فادو اليتو، اقول ايه يا شباب، بونا نوتي، اللي هي تصبح على خير. الكواترو بيقول لنا الوشيتا دي سكولا، عند الخروج من المدرسه، وشيتا يعني خروج من المدرسه. ديكو على ياميتشي، اقول للاصدقاء، يا ترى اقول لهم ايه، بنخرج من المدرسه؟ طبعا اقول لهم ايه، اقول لهم ايه، تشاو، يعني تشاو، مع السلامه، او ممكن اقول لهم ادوبو، معنى مع السلامه، او ممكن ادوماني، كل دي اجابات يا شباب مقبوله في الامتحان. تمام، بعد ما خلصنا الجزء بتاع القطع والمواقف، تعال نشوف مع بعضنا دلوقتي جزء بسيط جدا عن الجراماتيكا بين ماريا اي كارمن سونو، هي الصفات بقى، ماريا وكارمن، يا ترى طبعا هما الاثنين جمع مؤنث، فاختار الصفه اللي اخرها ايه، صح، الاجابه الاولى اللي هي ايه، اسبانيولي، بيكونوا ايه، اسبانيه. طب رقم 2 كده، نتزايني تزايني اللي هي شنط، هنا باختراع التعريف، اول حاجه فاكرين كنا لازم احدد النوع، جمع مذكر، يبقى عندي الاي لا اما اللي، ابص في الاول بتبدا بتزيتا، فاختار مين يا شباب، لي تزايني سونو نوفي، اللي هي الاجابه رقم 3. رقم 3 بيقول لنا دييجو ايه، يا ترى ارجنتينا، ارجنتينو، ارجنتيني، ارجنتيني. هنا دييجو عباره عن ايه، مفرد مذكر، فاختار الصفه الاخيره يا شباب، او اللي هي رقم 2 اللي هي مين، ارجنتينو. تمام، رقم 4 هنا بيقول لي اختار اداه النكره، اليسيا اميكو نوفو، هنا اميكو مفرد مذكر زي ما احنا شايفين، وبتبدا بحرف متحرك، فاختار ايه، اوناميكو نوفو. تمام، نمبر 5 اني اي او 15 عام، هنا بيسالني في اداه الاستفهام، يا ترى اقول دوفي ولا كوانتي ولا كومي ولا بيركي؟ فاكرين السؤال بتاع اداه الاستفهام؟ طبعا كان ايه، كوانتي اني اي، اللي هو كم عمرك، هو دي اداه الاستفهام المناسبه اللي هي مين، كوانتي اني اي، كم عمرك. نمبر 6 لا بين، القلم بيكون نيرو، نيرا، نيري، نيري. طبعا القلم بيكون ايه يا شباب، هنا مفرد مؤنث القلم، فاختار ايه، نيرا، اللي هو القلم بيكون ايه، اسود. رقم 7 جنة وفي فيرجولا ايطاليانا، بختار الفعل، فاكرين جنة وفاصلة دي معناه ان جنة واقفة ايه قدامي، فيا ترى اقول لها ليه هي ولا انتي، ليه تو؟
طبعا جنة وفاصلة أو فيرجولة دي اعتبرها ضمير تو، فتو بتاخد ايه فاكرين فيربو اسري؟ طبعا تو بتاخد ايه؟ سي، اللي هو الاختيار رقم كام يا شباب؟ اتنين. تمام كده يكون وصلنا مع بعض لنهاية الحلقة، زي ما شفنا كده تلخيص اللي احنا حليناه النهاردة، اتدربنا على سؤال المواقف، حلينا مع بعض النموذج الاسترشادي، شفنا مع بعض التعديلات اللي حصلت في الامتحان، اللي القطيتين هيجوا لنا ان شاء الله اختيارات، وزي ما شفنا مش هيبقى فيه 3 اختيارات، هيبقى فيه 4 اختيارات. بيجي بعديها سؤالي المواقف، هيبقى 4 مواقف اكمل كومبليتا، مش هيجي اختيارات. بيجي بعديها سؤال الجراماتيكا، 7 جمل جراماتيكا يجوا شيليري اختيارات برضو. بيجي بعديها سؤال الايميل، زي ما شفنا فكرة سؤال الايميل عبارة عن 3 اسئلة اجاوب 3 اجابات، واكدت تاني لازم اجاوب 3 اجابات كاملة، ما يقوليش كوانتي ان اي كم عمرك، اكتب مثلا كوين دي تشي، لازم اكتب مثلا لوي ا كوين دي تشي، هو عنده مثلا ايه 15 سنة. وزي ما شفنا اخر سؤال في الامتحان بيجي لنا ايه؟ اسكريفي اون تيما، اكتب موضوع، وزي ما شفنا الموضوعين اللي احنا طلبنا عليهم السنه دي، موضوع ديسكريفي اون كومبانيو دي كلاسي، اوصف صديقي الفصل، او زي ما شفنا في النماذج الاسترشاديه كان جاي لنا ايه؟ بارلا دي لاتوا نوفا سكولا، اتكلم عن مدرستك الجديده، وانا جبت نموذج الموضوع ده ونموذج الموضوع ده، ممكن نكتب نزود جمل من عندنا، بس اهم حاجه تكون الجراماتيكا صح، ما يكونش فيها اخطاء سبيلينج ولا اخطاء من حيث الايه القواعد في الكتابه. تمام كده، اتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله من هذه الحلقه، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم سر التفوق في ماده اللغه الايطاليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.